بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بصف الأول الثانوي. أنا قناة المستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله شباب مستمعين مع كتاب جيم الوحدة الأولى. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الدرسين 3 و4 مع إن شاء الله المفردات اللي جاية عليهم، والبداية فوكابلري تشيك بوينت 1. على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الجملة الأولى محلولة، بس هنقول لك يتحلل كده إزاي. Staying alone at home after my hard work is so جاي فراغ بعدها for me، البقاء في منزلي لوحدي بمفردي، ان الواحد يقعد في البيت لوحده كده بعد يوم عمل مرهق جدا بالنسبة له ايه؟ عايزين له صفة. Relaxed مسترخي، ودي صفة للمفعول. Relaxing يعطي نوع من الاسترخاء، ودي صفة للفاعل. Noisy معناها مزعج. Worrying معناها مقلق. احنا قلنا عايزين ايه؟ عايزين صفة للفعل اللي هي ريلاكسنج، بيوصف الاسترخاء ده انه بيدي له زي ما قلنا هو ايه؟ شعور بالراحة والاسترخاء. ريلاكسنج صفة، اجابة صحيحة في الجملة رقم 1 وهو حللها. فراغ في 2 were built in the past for protection from enemies، ايه اللي تم تشييده في الماضي للحماية ضد الاعداء؟ ميوزيومز المتاحف، ولا بيراميدز الاهرامات، ولا كاسلز القلاع، ولا بريدجز الكباري. اللي كانت فيها فكرة الحماية هي كاسلز القلاع، جمع كلمة قلعة. The clock on the wall of my room is so، الساعة اللي على حائط غرفتي جدا ايه؟ That I find it difficult to sleep، لدرجة ان انا بلاقي من الصعوبة ان انا انام. Noise الضوضاء ذاتها، quiet معناها هادئ. Amazing مذهل، noisy مزعج، ودي صفة الساعة. هرجادة مدينة الغردقة and شرم الشيخ are famous for their wonderful، مشهورين هما الاثنين لإيه اللي رائع يخصهم؟ that attract a lot of tourists، والذي يجذب الكثير من السائحين. temples المعابد اللي فيهم، ولا resorts المنتجعات السياحية، ولا banks ضفاف زي ضفة النهر والنيل والحاجات دي، ولا gardens اللي هي الجناين، مشهورة بالresorts المنتجعات السياحية. Alexandria is an absolutely، الإسكندرية جدا ايه؟ سيتي مدينة. We all like it، كلنا بنحبها. يبقى جدا ايه؟ Amazing مذهلة، boring مملة، new جديدة، awful كريهة وحشة يعني. لا، الإسكندرية amazing. إجابتنا في جملة 5. نحرك الشاشة شوية عشان نخلي الجمل الباقية تظهر معانا. سلمى is a very ايه؟ engineer، بيديها عايز هنا صفة. سلمى كذا جدا كمهندسة، who has a very good reputation، عندها سمعة طيبة. brilliant لامع، متقد الذكاء، ولا relaxing في استرخاء هنا، ولا stupid غبية، ولا ancient قديمة. سلمى very brilliant. my grandmother is over 80 but she is still very، والد جدتي عمرها تخطى 80 سنة لكنها لا تزال جدا ايه؟ crowded مزدحمة، active نشيطة، exotic غريبة، elderly كبار السن، اكتف الجدة برغم ان عمرها تخطى 80 سنة الا انها نشيطة. although Iman looks 30 years old، على الرغم ان ايمان تبدو كما لو كان عمرها 30 سنة. she is Iba 46 years old، هي عايز اقول لك هي حقيقة او في الواقع عندها 45 او 46. finally اخيرا musingly بتأمل، annually عامي او معنى كل عام يعني، annually يعني كل سنة، و actually معناها في الحقيقة أو في الواقع، وهي دي الإجابة بتاعتنا. يعني الإيمان دي برغم إن هي تبدو كما لو كان عندها 30 سنة إلا إنها في الواقع أو في الحقيقة عمرها 46 سنة. Children are always trying to، الأطفال دايما بيحاولوا إن هم إيه؟ فراغ بعدها the world around them، العالم حولهم. explain يشرح، explore يستكشف، find يجد، support يؤيد ويساند. explore يستكشف، عند لا الطفل الصغير يمسك اي حاجه كده عايز يعرف عليها، يعني اي لاقي حاجه في الارض تلاقي يحطها في بقه، يعضها، يدوقها كده. لوكسور اند اسوان ار اور جريتست هيستوريك سيتيز، الاقصر واسوان من اعظم المدن التاريخيه عندنا. وير ذير ار ا لوت اوف، حيث يوجد الكثير من ايه؟ بيراميدز الاهرامات، ولا ليكس البحيرات، ولا تمبلز المعابد، ولا ستاديومز جمع كلمه استاد. تمبلز لوكسور اسوان مشهورين بالمعابد بتاعته. طيب نتحرك مع الشاشة عشان نروح مع تشيك بوينت 2. مستمعين شباب مع مفردات الدرسين 3 و4 من الوحدة الأولى. فوكابلر تشيك بوينت 2 وعلى بركة الله. محلولة الأولى، as Mona had too much work to do، بما إن منى عندها أو كان لديها الكثير من العمل لكي تقوم به.
she got فراغ بعدها at home finishing it. هي ايه بقى في البيت علشان تخلص الشغل ده؟ يا ترى got stick، كلمة stick معناها عصا، stuck معناها عالق. يعني ايه عالق؟ يعني موجودة في المكان مش قادرة تتحرك منه، مش قادرة تطلع منه. worried معناها قلق، و struck جاية من strike. strike معناها يضرب او يقوم باضراب، struck معناها مضروب. منى دي بقت stuck، بقت عالقة، يعني مش قادرة تتحرك من البيت. وبص كده get stuck معناها يصبح عالق، مش قادر يتحرك. I have become so tired، أنا أصبحت تعبان جدا. وجافر بعدها my daily routine، الروتين اليومي بتاعي. طيب يا حرف الجر هنا tired in ولا of ولا by ولا on؟ tired of ده حرف الجر المناسب ليها. I live in a very quiet and، أنا عايش في إيه؟ هادي جدا. وإيه؟ village، قرية. I am happy to live here، أنا سعيد للحياة هنا. يا ترى peaceful بمعنى آمن أو سالم، في سلام يعني، ولا exotic غريب، ولا quietness الهدوء ذاته، ولا crowded اللي هو مزدحم. I live in a very quiet and peaceful، أنا عايز صفتين ورا بعض والاتنين جيدين. peaceful بمعنى آمن. I live فراغ بعدها in my village، أنا عايش كذا في قريتي. where I have no problems with people، حيث لا يوجد لدي أي مشكلات مع الناس. كده انت عايز توصف الفعل يبقى له ظرف. I live peacefully، انا اعيش بامان وسلام. ليست بيس اللي هي السلام، ولا peaceful بمعنى امن او به سلام، ولا peacefulness السلام والامن برضو. peacefully الظرف اجابتنا في جملة 4. My hobby is، هوايتي ايه بقى؟ photos، صور of natural views، للمناظر الطبيعية all over Egypt، في كل انحاء مصر. طيب نقول ايه؟ making photos، doing، producing، taking. عندك حاجة شباب اسمها taking photos، التقاط الصور. اتحرك مع الشاشة عشان نخلي الجمل من 6 تظهر معنا بطريقة افضل. بتقول الجملة Hannah got the job she deserved، Hannah حصلت على الوظيفة التي كانت ترغب فيها. so she was ايه؟ وبالتالي كانت ايه؟ above the moon، اعلى القمر، ودي هنا بتكلم عن كأنها ظرف مكان، ولا over the moon اللي هي معناها طايرة من الفرح، ولا on air على الهواء، يعني انت بتتكلم مباشر مع حد في التلفاز، ولا over the sun فوق الشمس. over the moon ده تعبير معناه طايرة من الفرح، وانت كده بتبقى حافظه وبتستخدمه. Mr. Said likes visiting ancient places، الأستاذ سيد بيحب زيارة الأماكن القديمة all over Egypt، في كل أنحاء مصر. بس أنا من عايز مرادف لكلمة ancient قديم، عايز كلمة تساويها. يا ترى modern حديث، ولا new جديد، ولا recent حالي، ولا انتيك؟ انتيك هي الشيء القديم، زيها زي كلمة ancient. The film was so boring that، الفيلم كان ممل جدا لدرجة اني we left the cinema early، غادرنا السينما مبكرا، يعني قبل ما يخلص. The opposite، انا عايزين عكس كلمة boring. boring معناها ممل، عكسها ايه؟ excited معناها منفعل او يشعر بالاثارة، ودي اللي المفعول به. dull كئيب، interesting شيق، noisy مزعج. boring عكسها interesting شيق، الحاجة المملة عكسها ان الحاجة تكون شيقة. كمال is interested، ايه حرف الجر اللي يجي بعدها؟ collecting stamps، كمال مهتم، عايز اقول لك ايه؟ بجمع الطوابع. from all over the world، من كل انحاء العالم. المهم عندي interested ايه؟ with ولا in ولا of ولا at؟ interested in ده حرف الجر بتاعها. my parents، والدي، بابا وماما يعني، took us on a nice trip، اخذوه في نزهة كده رحلة. فراغ بعدها ده نايل، النيل، ان ا وندرفول بوت، في قارب رائع وجميل. نقول ا وبعدها صفه لونج اللي هي معناها طويل، مثلا نقول ايه؟ ا لونج، ا لونج ديستانس، مسافه طويله مثلا، وتبقى الا بعيده كده عن كلمه لونج. ولا باي اللي هي معناها واسطه، ولا بنيس اللي معناها اسفل، ولا الونج اللي هي معناها بطول كذا. خلي بالك ان هو الحروف كلها مع بعضها اي ال او ان جي، كلها حروف كلمه واحده، لكن ال قدام دي التي تضع امام الصفه اللي تبدا بحرف ساكن، لان كلمه لونج في الاختيار الاولاني معناها حاجه طويله، لكن لما اقول ا لونج معناها بطول كذا، اللي هي اي ال او ان جي. يبقى ابوه وامه اخذوه في رحله بطول النيل. نتحرك مع الشاشه علشان نروح لتشيك بوينت 3، وده العنوان بتاعه قدامك اهو. بيقول في اول جمله فيه books about economy can be understood only by، الكتب التي تخص الاقتصاد يمكن فهمها فقط بواسطة مين؟ who are old enough، اللي هم كبار بدرجة تكفي. adults اللي هم الراشدين. toddlers اللي هم بيتعلموا الحبو أو المشي لسه يا دوب. children أطفال، وبيبيز الرضع.
هو حللها لك adults اللي هم الراشدين إجابة واحدة صحيحة. Those who are brought up in a or an أولئك الذين يتم تربيتهم في إيه؟ of love من الحب and respect والاحترام become more successful يصبحوا ناجحين جدا. يا ترى كلمة weather اللي هي معناها طقس يعني حالة الجو في مجموعة من الأيام ولا atmosphere ودي المقصود بها المناخ العام المسيطر أو السائد على مكان ما احتفال ما وما إلى ذلك ولا كلايمة المناخ اللي هو درجة حرارة الجو سخونة وبرودة وعواصف في فصول طويلة من السنة ولا إير الهواء أتموسفير اللي هي المناخ السائد أو المسيطر في المكان زي مناخ الحب والاحترام والحاجات دي. Several people on the train were العديد من الناس على القطار كانوا إيه of their money من مالهم خد بالك من حتة كذا of وبعدين كلمة money stolen بمعنى سرقة ماشي ودي بتيجي للستيلينج بيحصل للشيء مباشرة أو مثلا they stole my money وما يبقاش في حرف جر ما بقاش في حرج في حرف جر يفصل بينهم تيكن التصريف تيك بمعنى ياخذ ربد يجي بعدها حرف الجر بمعنى سلب من several people on the train were robbed of their money سلب مالهم هنا في بناء المجهول طبعا عشان وير اللي قدامك دي تديني بناء المجهول في الماضي البسيط المهم ان rob هي اللي يجي وراها حرف الجر of لكن steal او stole او stolen طبعا مش محتاجه حرف جر او ليه they stole my money مثلا أو they stole their money مش محتاجة حرف جر لكن robbed هي اللي محتاجة حرف جر نحرك الشاشة علشان الجملة من أربعة تظهر بطريقة أفضل بيقول لك فيها a lot of things الكثير من الأشياء فرغ بعدها from my flat during my absence الكثير من الأشياء تمام إيه بقى من منزلي ماشي بعد غيابي ها where stolen سرقت في بناء للمجهول خلاص where stolen from my house سرقت من منزلي وعندي جايب لك وير روبد لما احنا قلنا روبنج بيحصل للمكان تمام كده الروبنج بيحصل للمكان او نقول اوف وبعد كده نجيب معاها الشيء اللي تم سرقته لكن ستيل بيحصل للشيء ذاته الحاجات اتسرقت من البيت بتاعه خدناها بوير ستولن بناء المجهول في الماضي البسيط برضه زي الجمله اللي عدت بس طبعا مع الفارق من روبد لي ستول When the ship moved عندما تحركت السفينة there was a professional crew كان هناك طاقم عمل على السفينة محترف طيب تعال نشوف الاختيار بتاع الشباب أول اختيار بيقول لك فيه on abroad كلمة abroad معناها بالخارج مش محتاجة قدامها حرف جر خلاص طيب on board معناها على متن معناها راكبين السفينة المركب القارب يعني معنى جملة عندما تحركت السفينة كان على متنها مجموعة من أو طاقم محترف من إيه؟ من البحارة وما إلى ذلك. طيب. تعال نشوف سي on aboard كلمة aboard معناها على متن وبرضه مش محتاجة قدامها حرف جر. يعني aboard دي لوحدها تساوي on board. بس ما أحطش قدامها حرف جر. يبقى ده غلط. طيب. كلمة abroad معناها بالخارج. أنا مش عايز الخارج. أنا عايز أقول على متن السفينة يبقى on board إجابة واحدة صحيحة. منى أشرف became a famous actress منى أشرف أصبحت ممثلة شهيرة when she was a or an وحط لك في الستوب لما كانت إيه؟ She was 14 years old كان عمرها ساعتها كم سنة؟ 14 سنة تبقى دي كده تودلر بتتعلم المشي أو الحبو ولا تشايلد طفلة ولا بيبي رضيعة ولا تينيجر مراهقة هي دي المراهقين اللي هم سنهم يقول لك إيه 11 12 13 كده اسمه ده مراهق Do you know who هل تعلم من وجاء فرق بعدها the plane الطائرة؟ invented اخترع discovered اكتشف explored استكشف did معناها فعل do you know who invented the plane طيب يا مستر invented بمعنى اخترع على اساس ان ده جهاز ماشي الطياره ده واحده من الاجهزه جهاز بيستخدمه لنقل الناس من مكان الى مكان ووسيله من وسائل المواصلات ودي الطريقه الاسهل في الكلام طيب امال ايه discovered discovered اكتشف الاكتشاف يا شباب بيكون للقوانين العلميه مثلا زي ما نقول دكتور زويل ديسكفرد ذا فيمتو سكند اكتشف الفيمتو ثانيه طب امال ايه اكسبلور دي؟ اكسبلور يستكشف وده للمكان اللي بالنسبه لك انت جديد فانت بتروح تستكشفه ممكن حد سبقك يكون ليه لكن انت لسه جديد بالنسبه لك فلما انت تروح له يبقى ده اسمه استكشاف انما انفنت يخترع وده بيبقى ايه؟ للاجهزه وللالات والحاجات اللي من هذا النوع والطياره وسيله من وسائل النقل يبقى ايه؟ اختراع
After discovering America بعد اكتشاف أمريكا كولومبس began to بدأ كولومبس إيه بقى إيه invent اختراعها طب اخترع أمريكا يعني ولا اكسبلور يستكشفها لأنها مكان جديد بالنسبة له ولا ديسكفر يكتشفها ما خلاص هو خلاص لقاها يبدأ يستكشفها بقى يبقى هي كقارة he discovered America اكتشفها لقيها يعني طب بعد ما لقيها ينزل بالمركب بتاعته ويتمشى عليها يروح يمين ويجي شمال علشان يستكشفها يعرفها حتة حتة عبارة عن ايه find out تكتشف وده فيما يخص الحقائق والمعلومات والبيانات وما إلى ذلك لكن ده عايز يعمل ايه يستكشف يعني يدخل زي ما قلنا ويشوف الحاجات اللي موجودة جوه علي found his exam علي وجد الامتحان بتاعه جاي في فراغ so he answered all the questions quickly وبالتالي اجاب على كل الاسئلة بسهولة طيب يا ترى تو مع ايزي ما تجيش تو بحرف واحد مع ايزي تمام لو عايز اقول تو ايزي يبقى تو باتنين او بمعنى سهل جدا ايزلي معناها بسهوله وده ظرف ايزي معناها سهل ودي صفه difficult معناها صعب طيب الامتحان اللي عمنا ده امتحنه كان ايه كان ايزي سهل بدليل انه قدر يحل كل الاسئله وبسرعه زوج جاي فراغ بعدها ان ايجيبت ايه بقى اللي في مصر از نايس لطيف اول ذا يير اراوند طول السنه سو تورست لايك فيزيتنج جيت وبالتالي السائحين بيحبوا يزوروها طب يبقى ايه ده؟ يبقى ويذر اللي هو الطقس حاله الجو في كام يوم ولا كلايمت المناخ حاله الجو في فصل كامل ولا اتموسفير اللي هي المناخ الساد والعام والمسيطر زي ما قلنا من شويه الحب والموده اللي كانت في جمله اللي حليناها في رقم 2 ولا سيرف السطح الشيء تمام؟ لا المناخ اللي هو يقصد به حالة الجو في فترة زمنية طويلة بالأشهر كلايمت اجابتنا في جملة رقم 10 نروح شباب للتدريبات العامة اللي جاي على الدرسين 3 و 4 للفوكابلري من الوحدة واحد العنوان قدامك هو براكتس فوكابلري جين اكسرسايز وعلى بركة الله ونقول كي فوكابلري مفرد مفتاحية مفردات الجاي في الريدنج في الليسننج وكمان في الورك بوك بسم الله الرحمن الرحيم I never go to Alexandria in summer as it is always very. أنا لا أذهب إلى الإسكندرية أبدا في فصل الصيف لأنها بتكون جدا إيه؟ empty فاضية peaceful آمنة relaxing تدي استرخاء وراحة ولا crowded مزدحمة أكيد مزدحمة. Our deserts are full of الصحاري بتاعتنا مليئة بإيه؟ insects حشرات and animals اللي هي الحيوانات which are rare نادرة تبقى قام هادئة ولا exotic غريبة ولا noisy مزعجة ولا boring مملة exotic غريبة حنان always spends her holiday in her village as she likes it though جاي فراغ بعدها there حنان دايما بتقضي فترة الاجازة بتاعتها في القرية بتاعتها لانها بتحب ايه هناك بتحب ايه quiet معناها هادئ noise معناها مزعج quiet معنى هادئ او هدوء الهدوء نفسه يجي بمعنى the quiet عشان ذا اللي قدام دي تمام noise اللي هو الضوضاء او الازعاج crowdedness الازدحام ستريس الضغط العصبي هي بتحب هنا كده the quiet معناها الهدوء أميرة likes her bedroom where she can وفرغ بعدها after hard work أميرة او أمينة بتحب غرفة النوم بتاعتها حيث هي ايه بقى بعد العمل الشاق catch يلحق بي relax يسترخي get stressed يشعر بضغط عصبي expect يتوقع ريلاكس بتسترخي طبعا بعد ايه عناء العمل جرين جرين از ماي فيفرت ريستورانت جرين جرين ده اسم مطعم وهو المفضل بالنسبه له اتس ريلي ايه حقا ايه كراودد مزدحم ريلاكسنج يديك شعور بالاسترخاء فرايتنج مخيف او مرعب نويزي مزعج طبعا اكيد ريلاكسنج اجابه صحيحه اتحرك مع الشاشه عشان نخلي جمل من سته ظهر بطريقه افضل ولا فيها تامر واز هابي تو فايند سم تامر كان سعيد انه يجد بعض ايه gold coins العملات الذهبيه inside the pot from the time of the pharaohs في القدر اللي كان من ايام الفراعنه quiet هادئ busy مشغول modern حديث ancient قديم ودي اللي تناسب الاجابه بتاعتنا when I found the program on TV عندما وجدت البرنامج التلفزيوني فراغ بعدها that day في ذلك اليوم I went out to meet my friends خرجت لي مقابلة أصدقائي relaxing يديك استرخاء relaxed مسترخي bored يشعر بالضجر والضجر والضيق boring ممل ودي اجابتنا ودي صفه للفاعل the latest technology احدث تكنولوجيا especially computers وبالخصوص او على وجه الخصوص الحواسب الاليه and the internet والانترنت have become an essential part of our اصبحت جزء اساسي من ايه حياتنا
old قديم modern حديث antique قديم زيها زي old زيها زي ancient وعندي crowded مزدحم modern life الحياة الحديثة. رانيا got very angry when she رانيا زعلت جدا بقت غاضبة جدا لما هي ايه the truth الحقيقة about her friend's bad behavior سلوك صديقتها السيء جدا. يا ترى invented اخترع discovered اكتشف explored استكشف found وجد discovered the truth اكتشفت الحقيقة فيما يخص سلوك صديقتها السيء. We have to be careful while dealing with يجب علينا أن نكون حريصين أو يعني واخدين بالنا عندما نتعامل مع إيه وعمل لك سيمي كولين. Their personalities شخصياتهم are formed at that age تشكلت في ذلك السن أو لذلك السن. نقول adults الراشدين ولا ايكو تورست اللي هم السائحين اللي بيحبوا يروحوا الأماكن اللي هي فيها سياحة بيئية ولا conservationists اللي هم المحافظين على البيئة ولا teenagers اللي هم المراهقين. هي دي ناخد بالنا واحنا بنتعامل مع المراهقين لأن طبيعة الشخصية بتاعتهم بتتشكل في هذه الفترة. I was really أنا كنت حقيقة كذا on hearing عندما سمعت ذات إن my son was badly injured ربنا يعافينا أصيب إصابة بالغة while playing football match وما كان بيلعب مباراة كرة قدم. طب يبقى أنت كنت هابي سعيد ولا بورد متضجر ولا excited بيشعر بالإثارة والإنفعال ولا upset. upset معناها sad وهي دي الإجابة بتاعتنا كان حزين أو يعني كانوا بيقول لك إيه يعني غير سعيد طبعا لما عرف إن ابنه أصيب. I can believe that I am أنا لا يمكنني أن أصدق أنني وفراغ بعدها going to Mecca ذاهب إلى مكة for pilgrimage ربنا يدينا إن شاء الله طبعا شباب وذاهب إلى الحج. It's my lifelong wish إنها أمنية حياتي. طيب traditionally معناها بطريقة تقليدية. Unfortunately معناها غير محظوظ أو لسوء الحظ. Actually حقيقة أو في الواقع. Impossibly من المستحيل. I can believe that I am actually أنا مش والله مش قادر أصدق إن أنا حقيقة ذاهب إلى مكة للحج. The seeds اللصوص فراغ بعدها the bank and took a huge sum of money from it. اللصوص ايه بقى البنك واخذوا مقدار كبير من المال. robbed the bank ولا stole ولا bought ولا board المكان بنجيب معه ربع شباب. robbed the bank بمعنى قاموا بالسطو على البنك. collecting stamps جمع الطوابع was my favorite كان ايه بالنسبة لي مفضل ومحبب when I was young عندما كنت صغير. resort منتجع سياحي. هوبي هواية support يؤيد أو يساند adventure مغامرة. my favorite hobby اللي هو جمع الطوابع كان هواية مفضلة بالنسبة. اتحرك مع الشاشة علشان نروح لجملة جديدة مستمرين شباب مع مفردات الدرسين 3 و 4 من الوحدة الأولى. films that are full of exciting and dangerous incidents الأفلام المليئة بالحوادث المثيرة والخطيرة are called إيه بقى films يسموها إيه بقى إنها stressful معناها ضاغطة عصبيا أو تسبب ضغط عصبي. awful كريهة يعني مش كويسة. adventure مغامرة relaxing فيها استرخاء called adventure films أفلام المغامرات. I have seen her أنا رأيتها شفتها شاهدتها فراغ بعدها greatly on stage greatly معناها بعظمة على المسرح. she is a brilliant actress هي ممثلة رائعة جدا. نقول steal يسرق perform يؤدي escape يهرب make يصنع perform تؤدي أداء يعني تقوم بعمل عرض مسرحي. علي has come on time الشخص ده جاء في الميعاد. and we have been all very surprised as it is وكلنا كنا مندهشين أو مستغربين يعني الحكاية كانت بالنسبة لهم زي المفاجأة كده لأنه ده إيه بقى for him بالنسبة له كان إيه usual معتاد expected متوقع normal طبيعي ولا unusual unusual غير معتاد أو غير حاجة مش معتادة منه متعودين هو يتأخر فلما يجي في ميعاده كانت حاجة غريبة. The true friend is the one who gives الصديق الحقيقي هو الذي ايه يعطي ايه at both happy and difficult times في المواقف اللي فيها سعادة وكمان اللي فيها صعوبة على حد سواء. نقول frustration احباط ولا disappointment خيبة امل ولا presentation اللي هو العروض التقديمية والتوضيحية ولا support التأييد والمساندة والدعم. هي دي الصديق الحقيقي هو اللي يديك المساندة والدعم في أوقات السعادة وأوقات الشدة. Your handwriting is so الخط بتاعك كتابتك طريقتك في الكتابة جدا إيه that I need a magnifying glass to read it لدرجة أن أنا محتاج عدسة مكبرة علشان أشوف اللي أنت كاتبه. يبقى هنا الكتابة دي إيه fantastic رائعة tiny ضئيلة جدا يعني خطك نمنم زي ما بيقوله ولا amazing مذهل ولا beautiful جميل tiny.
I always advise my students to keep. أنا دايما بنصح طلاب إن هم keep إيه بقى before exams، يحافظوا عليه قبل الامتحان. Noisy إزعاج، calm هدوء، frightened معناها مرعوب أو خايف، stressed معناها مضغوط عصبيا. Keep calm، يحافظوا على هدوءهم أو يظلوا هادئين. We always feel، إحنا دايما بنشعر إيه فراغ بعدها when the exams approach، عندما تقترب الامتحانات. طيب بنشعر بإيه؟ hungry بمعنى جائع، dizzy يعني دايخ، stressed بالضغط العصبي عشان ضغط عصبي، grateful ممتن. We always feel stressed، دايما بنشعر بضغط عصبي لما الامتحانات تيجي. My family lives in a house which is only a very short، فراغ بعدها from the city center، عائلتي تعيش في بيت وهذا البيت فقط ايه بقى قصير من مركز المدينة. Distance مسافة، temple معبد، isolation بمعنى عزل الشيء او بعده، ولا gardening اللي هو القيام باعمال اللي هي الجناية والحاجات دي. Distance short distance مسافة قصيرة. حركنا الشاشة عشان جمل من 23 تظهر بطريقة أفضل. بيقول لك فيها أنكل عادل is the best، العم عادل أو الخال عادل هو أفضل إيه، فرق بعدها I have ever met، التقيت بي. He knows how to care for all kinds of plants، هو يعرف كيفية العناية بكل أنواع النباتات. Biologist عالم أحياء، teacher معلم، director تنفع مدير وتنفع مخرج، وgardener جنيني، وهي دي الإجابة لأنه ده بيعرف كل حاجة تخص إيه plants النباتات. إنما البيولوجيست عالم الأحياء يعرف النباتات والحيوانات والطيور كله، لكن ده gardener جناين بس لأنه plants. إيهاب's garden is so beautiful that، الجنينة بتاعت إيهاب جميلة جدا لدرجة إنها he calls it، بيسميها إيه ده on earth، بيسميها إيه على الأرض. distance مسافة، gardening القيام بأعمال الجناين والحاجات دي، paradise معناها جنة، وequipment معناها أداة أو آلة. تمام، paradise بيسميها الجنة على الأرض. The research is done، البحث تم عمله. إنه جاء فراغ بعدها laboratories المعامل، so that science، ولذلك العلماء can study the marine creatures، يمكنهم أن يدرسوا المخلوقات أو الكائنات البحرية. underwater تحت الماء، ودي صفة. under منفصلة عن water، ده ظرف بيحدد المكان مش صفة ليه. underwater تحت الماء ده صفة المكان صفته، لكن under water ده تحت الماء ظرف منفصلة under عن water. underground تحت الأرض ده صفة، underground المنفصلة تمام دي ظرف. أنا بقول إيه الحاجات دي اتعملت فين؟ under water اللي هي الصفة للمعامل إنها كانت تحت الماء. طيب نتحرك مع عنوان جديد expressions اللي هي التعبيرات، idioms المصطلحات، prepositions أحرف جر، derivatives مشتقات، synonyms مترادفات، antonyms متضادات. وأول جملة بيقول فيها واخدة رقم 26، ونقول مرة كمان بسم الله الرحمن الرحيم. هاني جوز، وجاي فراغ بعدها on business a lot، هاني مش هنترجم ترجمة حرفية، في البيزنس كثيرا. we rarely meet him، احنا نادرا ما بنقابله. طب نقول ايه؟ goes way اللي هي معناها طريق، ولا ways اللي معناها طرق، ولا away اللي هي بحروف متصلة. تمام، goes away معناها يذهب للخارج، يعني بره المكان اللي هو فيه، يسافر يعني. تمام، انما او بعدها كلمة way معناها طريق. هاني goes away المتصلة معناها يذهب للخارج يعني. lot of young people، الكثير من الشباب، are interested مهتمين، عايز حرف جر لان هو watching football matches مشاهدة مباريات كرة القدم in the stadium في الاستاد. طيب interested ايه حرف جر بتاعها؟ at، on، of، in، interested in ده حرف الجر بتاعها. he decided to travel abroad leaving his wife and children، قرر السفر للخارج تاركا زوجته وابنائه behind، سابهم. ليست for معناها الاجل، ولا ahead معناها الامام، ولا out بمعنى خارج. behind سابهم وراء يعني مشي وسابهم. I'm always worried when my little son is on the، وفراغ بعدها alone، انا دائما ما اكون قلق عندما يكون ابن الصغير ايه بقى بمفرده، balcony مش محتاجة ترجمة، ceiling معناها السقف، floor معناها اللي هي الارضية، وعندي wall معناها حائط. طبعا balcony البلكونة لو عيل يعني شجي وتلاقيه كده يروح ايه بقى يقعد لك على البلكونة ده بقى ربنا يسلم منه ده. I went to the old company، ذهبت للشركة القديمة،
and took my money واخذت مالي ايه without any troubles بدون متاعب او مشاكل. الشركه القديمه اقصد بيها اللي كان فيها قبل كده وسابها peacefully بامان بسلام، وده هنا طبعا واخده شكل الظرف peace السلام وده النون peaceful امن ودي الصفه peacefulness اللي هي بيقولوا عليها الامن والامان والسلام ودي نون peacefully انا عايز الظرف لانه بيوصف فعل الاخذ اخذ المال بتاعه بامن بامان بسلام ده ظرف. My daughter was very happy when she passed all her exams. بنتي كانت فرحانه جدا لما اجتازت كل الامتحانات. It means that she ده معناه ان هي كانت was ايه بقى؟ ده معناه ان هي كانت above the moon اعلى القمر ولا over the moon طايره من الفرح ولا on air على الهواء مباشره زي البث التلفزيوني ولا on the moon فوق القمر. كانت over the moon بمعنى طايره من الفرح، ده تعبير يا شباب على بعض. نتحرك مع الشاشه عشان نخلي الجمل اللي بعدها ظهر افضل. نهاد became tired فراغ بعدها her work نهاد اصبحت tired معناها مرهقه او متعبه. her work اعملها and thought about changing it وفكرت في تغييره. طب حرف الجر هنا هنا هو with by of ولا from tired حرف الجر بتاعها كده of بمعنى متعبه او مرهقه من. A teacher should advise his students to benefit from their spare time. المعلم يجب عليه أن ينصح طلابه للاستفادة من وقت الفراغ. طيب benefit from هنا معناها إيه؟ يستفيد من؟ إيه الكلمة اللي تسويها in English؟ يا ترى be over the moon يكون طار من الفرح. Make use of يحسن استغلال. Be tired of يكون تعبان من. ولا have a holiday يكون عنده أجازة. Benefit from يستفيد من معناها make use of بمعنى يحسن الاستفادة من. I am quiet busy أنا مشغول إلى حد ما. كانوا بقول لك أنا مشغول جدا يعني. I have أنا عندي إيه بقى of things من الأشياء to do today أعملها النهاردة. الجمل دي من لونج مان الشركة المسؤولة عن طباعة كتاب المدرسة. Loans معناها قروض جمع كلمة قرض. Loads لما أقول إيه I have loads of things معناها أشياء كثيرة جدا ودي إجابتنا. Lines معناها جمع كلمة خط. لينز دي حارة في طريق يعني مثلا تلاقي الطريق السريع فيه حارتين او ثلاثة او اربعة حسب الاتساع بتاعه يعني طريق تتجه فيه السيارات من الشمال الى الجنوب وهكذا. Because of the floods بسبب الفيضانات a lot of people were ناس كتيرة جدا كانت دي بقى اتهم في بيوتها. Stuck عالقة يعني لا عارفة تروح ولا تيجي ولا stocked. Stock عندك اللي هي المخزون بتاع الشيء ولما وعند البورصة اسمها stock. Stayed معناها بقي او ظل وعندي سبنت بمعنى قضى. الناس كانت ستك كانت عالقه يعني لا قادره تروح ولا تيجي. The place is very fantastic المكان رائع جدا. It is lovely and lovely معناها معناها جميل beautiful يعني. And relaxed صفه للمفعول. Relaxing صفه للفعل وهي جابتنا. Boring ممل ودي صفه للفعل. Bored متضجر صفه للمفعول. انا عايز صفه للمكان يبقى للفعل يبقى lovely وايه؟ وريلاكسنج. I finished the exams so I am really happy. أنا انتهيت من الامتحانات الحمد لله وبالتالي أنا سعيد جدا. I am إيه كده؟ Over the moon طاير من الفرح ولا stingy؟ Stingy معناها لازع زي أقول لك إيه؟ نقد لازع. بيقولوا عليه نقد لازع إن حد عمال ينتقد الناس نقد لازع بيلسع لسع زي ما بيقولوا. Generous معناها كريم وcritical معناها نقدي. Over the moon بمعنى طاير من الفرح. حرك مع الشاشة عشان نخلي جمل من 38 ظاهرة معانا بطريقة أفضل بيقول لك فيها. You don't have to pay for your flights. لا يتحتم عليك إنك أنت تدفع للرحلات الجوية بتاعتك. They are إنها يبقى in the price of your holiday. إنها كذا في تمن الأجازة. Contained معناها حوى بداخله. يعني إيه؟ زي ما تجيب مظروف كده وتروح حاطط جواه الخطاب. يبقى أقول the envelope contained a letter. يحوي بداخله. طيب concluded معناها اختتمه زي انت ما تكون بتكتب موضوع انشاء وتختتمه. enclosed معناها غلفه زي العنكبوت لما بتغلف البيض بتاعها. included معناها اشتمل على ودي الاجابه بتاعتنا. بيقول له ما تدفعش لتمن الرحله الجويه ليه يا عم؟ لانها متضمنه. تمام يعني ايه؟ يعني من ضمن المصاريف المكتوبه في الرحله بتاعتك اللي هي داخل جواها الطيران وكل حاجه. Students complain about الطلبة بيشتكوا من being كونهم ايه in their classes في الفصول بتاعتهم for long time لفترة طويلة. Struck
احنا قلنا من شوية الاسترايك، احنا كنا حكينا فيها من شوية، جاء من سترايك بمعنى يضرب او يقوم باضراب، سترايك كانهم مضروبين، ستاك عالقين، ستاد الدرس، وعندي ستاند ماشي، اللي هي المعنى الحرفي ليها حد بيشعر بذهول يعني. طيب الطلبة في الفصل حاسين نفسهم ان بقى ستاك عالقين، بيقعدوا في الفصل كذا ساعة، فين وفين لما تيجي الفسحة. هاني از ريلي، هاني حقيقة ايه فراغ بعدها، because of all the problems، فبالمشكلات he is having at the moment، اللي هو بيعاني منها في هذه اللحظة. طيب يبقى enjoyable ده شيء ممتع، missed فقد، available متاح، stressed بمعنى يشعر بضغط عصبي، ودي اجابتنا طبعا. الجمل دي مجابة من كذا مكان، كل مكان مكتوب. نروح لتدريب جديد، المرة دي هناخد اجابتين من الخمسة المتاحين، لان العدة كان كلهم ناخد فيه اجابة واحدة. The ancient civilization of Egypt، حضارة مصر القديمة، has always fascinated people، دائما ما كانت بتسحر الناس. fascinated هنا بمعناها بتدي سحر بقى جميلة. المهم عندي كلمة ancient مهمة، انها سلاية بقى شوية، all over the world، في كل انحاء العالم. طيب the antonyms، عايزين مضادات لكلمة ancient. ancient معناها قديم، عايزين كلمتين عكسها. new جديد عكسها historic معناها تاريخي، early معناها مبكر، مودرن معناها حديث، وأولد معناها قديم. كلمة نيو وكلمة مودرن هما الاثنين عكس ancient. I liked the time I spent with the crew، أنا حبيت الوقت اللي قضيته مع الطاقم. طبعا ده طاقم مركب، طاقم سفينة، طاقم طيارة، كرو تنفع في كله اللي أنا قلتهم يعني. When I was traveling to Paris، عندما كنت مسافرا إلى باريس، ده ينفع أكون على طيارة وينفع أكون على مركب. طيب المهم الطاقم ده كان إيه بقى؟ abroad معناها بالخارج، on board معناها على متن كذا، طيارة سفينة. on a board غلط، احنا قلنا ايه a board مش محتاجة قدامها حرف جر، broad معناها عريض، a board معناها على متن، واحنا قلنا تيجي لوحدها. يبقى كده هو the crew on board ماشي، a board ماشي. كايرو is so beautiful، القاهرة جميلة جدا. ده انت نمز، عايز مضادات لكلمة beautiful، جميل عكسها هي ugly قبيح، attractive جذاب، wonderful رائع، awful كريه حاجة وحشة يعني، pretty جميل. beautiful عكسها ugly و awful. I always take my young، أنا دائما ما أصطحب. young هنا معناها إيه؟ معناها صغير لسه مش باين، to the park للمنتزه every Friday كل جمعة. يبقى young هنا young adults راشدين صغيرين، طب إزاي يعني؟ grown ups البالغين أو الراشدين برضه، ولا kids الأطفال الصغيرين، ولا children الأطفال برضو، ولا youth الشباب. young kids الأطفال الصغار، أو young children الأطفال الصغار، الاثنين واحد. Luxor is one of the most fascinating cities in the world، الأقصر واحدة من أكثر المدن سحرا، مدينة ساحرة في العالم. The synonyms، عايز مضادات لكلمة fascinating. fascinating سحر يعني جميلة جدا يعني. excited منفعل، ودي للمفعول، ضل كئيب، charming ساحر جميلة جدا يعني. boring مملة، و interesting بمعنى شيق، interesting و charming يدوني نفس معنى fascinating. كده شوية تكون تلات تدريبات المفردات للدرسين 3 و 4 من الوحدة الأولى، لكن تدريباتنا معاك لم تنتهي بعد، إن شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ ذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.